السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. والفيديو ده جولة في محل في المنطقة بتاعتي. حبيت اقول لكم ايه الحاجات الموجودة دلوقتي في محل الادوات المنزلية، بما ان في الوقت ده كل الستات او معظمهم بيحبوا يجددوا في المطبخ بتاعهم، وبيحبوا يعني يجيبوا حاجات جديدة لرمضان، تمام. وكمان لكل العرايس اللي بتجهز في الوقت دوت، تعرف ايه الحاجات الجديدة في الادوات المنزلية اللي هتجيبها وكده. وكمان انا قايلة اسعار كتير قوي في الفيديو، وفي كمان الجزء الاخير في الفيديو مش مكتوب فيه اسعار، مش قايلين فيه اسعار يعني. وسامحوني لو صوتي مغلق، لان ده كده تالت او رابع يوم من اليوم اللي انا تعبت فيه. تمام. كمان الفيديو دوت انا صورته ولقيته ان هو بيحمل في وقت طويل جدا، فقلت ان انا اعمل له تسجيل ببرنامج تاني، يعني بدل ما اقعد اعمل له مونتاج هياخد وقت في التحميل ووقت في المونتاج وكده، فهسجله كله بعمله كده يعني، نتكل على الله. تمام. في حاجة كمان كنت عايزة اقول لكم مني، طبعا هو في صوت في الفيديو فانا بس هسكت، ولو في حاجة محتاجة اعلق عليها تانية. لا اوكي تمام. دي كده بتاعة التسالي بتتفتح، والوردة اللي من فوق دي بتتفتح ونحط فيها التليفون، وكمان حامل للتليفون في نفس الوقت. اسمها الصيني دي حامل سايل بتاعت الكحك والبسكوت اللي انا صورتها جنبيهم او حطيتها جنبيهم. دي كده اتقفلت خلاص. بقول لكم تتفتح يمين تتفتح شمال تتقفل، خلاص كده حياتها غيرت. نكمل بقى. التليفون فصل وانا صورت لكم دي. اوكي ماشي، نحطها هنا. كل الجزء ده انا صورته في الجزء اللي اتحمل خلاص على اليوتيوب. خلاص الجزء الاولاني شفت دي كوبايات القهوة برضو تنفع، كوبايات شاي صغنطوطة زي نفس الكلام. بكام ده وبكام ده؟ ايه ده وده ده وده ده ب10 وده ب15. دي بقى كوبايات صغنطوطة جدا، تنفع القهوة وتنفع للشاي برضو اللي بيحب الشاي القليل. ملحوظة بس في المحل مش واخدين على جو بكام ده؟ الجوالات والحاجات بتاعة اليوتيوب دي، عشان كده مش متعودين على ان انا والاربع اسألهم على كمية دول. الحاجات دي كلها في المحل. ودي انت قلت بكام ده يا محمد؟ 325. لا ما تفتحيش بقى يعني. شفت ليه الرخامة دي؟ بصوا دي واحدة صعبة جدا. كده خلصنا الفيديو ده، ندخل على الفيديو اللي بعديه. بصوا هنا بقى تحطي، تخيل انت بكام ده بقى؟ من هنا ده ب10 وده ب15. دي كوبايه تنفع شاي صغنطوطه وينفع قهوه برضه. ودي قلتي ب20؟ 90 جنيه دول، حتى شكلهم مش كيوت كده، بلاش منهم. بص ده ب325، محمد قال صاحب المحل. بصوا احسن بقى الايدين الاستانلس، لان بصراحة الايدين الجرانيت اللي عندي بجد رخمة جدا، وكمان ارخص يعني، بتاعتي كانت ب500 جنيه. بصوا بصراحة تحفة لو فعلا ايدي طلعت استانلس. واحدة بقى جابت الطقم ده، جابت الشكل ده من بره والطقم ده من جوه، تخيل انت بكام ده بقى؟ 130. طب شوفوا بقى 130 من 325. هي اتضحك عليها بس هي اكيد يعني رجعت للربع. بصوا دي 130، شفتي؟ هي دي المجات الكيوت. هي دي بكام دي بقى؟ كام؟ 150.
وانت قلت هناك ب95؟ 90. طب يعني 150؟ اه 150. بصوا بصوا تحفة يعني الاجمل كمان لو احنا مسكناها، بس هما مش بيخلونا نمسك حاجة. ودي بكام؟ خمسة وثمانين. اللي انا كسرت واحد زي، بس كان ارخص من كده، كان اصغر بس ده حجم اكبر شوية. 85. الله ازاي كنت ناسياك. انا عايزة اتفرج بقى، ده بيتفتح وبيتفرجوا عليه، ليش دعوة، عايزة المقاس الصغير بس. بصوا ده تحفة تحفة خالص، ده جميل جدا وينفع يتحط في النيش. بكام ده؟ البراد ال 40 ده ب 240. وطقم الكنك ده 200. ودول دول بتقولي انا تعبت وانا مش رحموها برضه. انا عايزه بقى الصغنن، ما لقيتش الصغير للاسف، فما قلت بكام؟ ما طلعتوش اتفرج عليه. هي تعبت خلاص جابت اخرها. بكام ده؟ لا كان حجم صغير، كنت برضه اصريت ان انا اتفرج عليه. بيغرونا والله بيغرونا. وده الله شوفوا جميل ازاي، اي حاجه فيها بينك والله يا جماعه حلو. ده بس شكله حلو عشان فيه معلقه، بس غير كده ده احلى، ده احلى. وبعدين ده بتاعه 30 وده 25. ده 35 وده 20. مش عارفه انا مش مركزه ليه خالص. 30 ده بكام؟ ده 30. وده 35 وده 20. ده ب30 وده ب35، بس من حقه ياخد 5 جنيه زيادة. لا ده كده جنبيهم وحش، ده كده كخة. ايه كمان؟ شفت الحاجات الكيوت دي؟ تحفة. ايه دي بقى؟ تعبوا يا جماعة، اصل هما مش متعودين على الكلام ده. بكام ده؟ 190. دي 190؟ دي 190. حلو قوي. اما اللي انت قلتيلي عليها دي بكام؟ 240. لما يكون معاها براد بتبقى 240، لكن لما يكون الطقم لوحده كده 190. ايه كمان؟ ايه كمان كيوت كده وشكله جميل؟ خلاص كده ده ده حلو، ده حلو خالص. ده بصوا رجليه معوجه ازاي؟ بصي متجاهلها ازاي؟ اقسم بالله هتولع مني. بص ده كمان معوج برضه نفس الكلام. بكام ده وبكام ده؟ المجد 115 والكاسات 225. خدوا بالكم بقى ان الكوبايه مش معدوله، معوجه كده عامله كانها حاطه ايديها في وسطها. والكوبايه دي واقفه مايله. بصوا كمان دي حلوه قوي الكاس، يعني اقصد. وده كمان بصوا رجليه واقفه مايله كده. ودي ملونه ولا ساده؟ اللي هي الاكوا دي ملونه. شفتي الشكل الاكوا؟ حلو خالص اللون الاكوا ده. وبكام؟ 150. اللي جنبي ده عادي، بس انا عايزه اقول لك ان ده حلو قوي قوي. ده 65. هي ب65 يا جماعه. حلو جدا ده 65. وده هي قالت اقصد حلو في الاستخدام المنزلي العادي كده، طبعا عملي اكتر من الكاسات اللي جنبي. الطقم اللي هناك ده طقم اسمه ايه؟ انا عماله اخدها في دوكا، خدت بالكم؟ اه طقم التنزيل السيليكون حلو 150. واللي جنبيه بقى ده اللي هو عماله اجر الاسعار منها. طقم الكنك ده جرانيت، جرانيته ب 150 يا جماعه. اول ما هبط من القناه هجيبه على طول. وده وده 100 ب6، يعني الواحد ب25 جنيه. طب على كده بقى حجمه عامل ازاي؟ حجمه صغير ولا حجمه ده؟ بصوا اصغر من ده، 6 دول مع بعض اصغر من ده. المج 6 مج ل100 جنيه كده، المج اقل من 20 جنيه. معلش ما كنتش مركزة خالص. فين ياسمين؟ خلص؟ نتكلم في حاجات خصوصية. دي بلاستيك؟ دي ورق؟
بس نجيب طبق حلو. بيتباع ازاي بقى؟ كيف بكام؟